حاولت الفاصل انك تعلمني اياه بس لا أبيت انت حبيبي المفروض اجيك البيت واقولها لك كويس لا بس لو كان لا لا الشافعي يقول لو كان العلم يطعم لاطعمتك اياه لانه مره حدث احدهم بمساله ما فهمها فاستحى هذا يقول يعني انت كررت لي كم مره قال له لا يعني لا تستحي مني لو ان العلم طعام يطعم اطعمتك اياه هذا من حبه يعني للخير المهم هذه الشخصيه قالوا له انت معروف يعني مقاطعك في كل وسائل التواصل ابو شرف يقول لك انا نعم مخرجنا كذلك من الشخصيات المشهوره ساعرج عليك فهذه الشخصيه المشهوره يعني فعلا مقاطعك في كل مكان مشاهدات بالملايين لكن لا نعرف شيئا عن حياتك الشخصيه فعلا لا يكاد يعرف كم راتبه لا تكاد تعرف ثروته أوروبي هو طبعا ممكن لا تكاد تعرف حتى بعض التفاصيل اللي في حياته فقال أما هذا الترفيه وإدخال السرور على الناس فهذه مهمتي وجزء من عملي أما حياتي الشخصية فهي لي فهذه لا تكشف لا في إعلام ولا تكشف لأحد وليس لأحد ليش؟ يعني بعض الناس يعني تجي على طاري سناب يعني في خصوصيات زائدة في الحياة يصير الإنسان زي ورقة مكشوفة يعني حتى كان يقول واحد من الباحثين السعوديين يقول يعني بعض السرقات اللي تمت الآن في أوروبا وفي أمريكا بسبب سناب يعني يعرفوا متى يطلع وما يعرفوا متى يرجع يعرفوا متى ففي أمور تصور يعني عادي جزء من الحياة لكن ربما هو حتى لو نجي ضابط أدبي يعني عرفي إيش الأشياء اللي نقدر نقول أنه إذا صورتها تعتبر عادي ما صورتها تعتبر عادي لكن كشف الحياة بالكامل أحيانا حتى لوحة السيارة مثلا بعضهم حتى الآن صار يتساهل في تصوير مثل تذكرة كاملة تذكرة الطيران وهذه قد تؤخذ يعني لها يعني بعض الناس صحيح. يعني بلغوا في الإجرام شأوان أو جواز الآن البيوت تصور من الداخل نعم يتصور الآباء والأمهات والأبناء والبنات بشكل يعني صراحة ما غير جيد نهائيا بغض النظر عن سالفة الـ أنه قد يحسدك أحد ولا قد لا هي أمور قيمية يعني ما ينبغي بعض الأمور أنها تكشف للناس البيوت أسرار مهما كان صدق. لكن للأسف بعض الناس اللي يعني يسعى وراء الشهرة بأي شكل كان بأي طريقة كانت تجده ما عنده القيم هذه ويتنازل عنها ويفعل أفعال أصلاً مخلة لأجل كثرة هذه المشاهدات أسأل الله لهم الهداية ولا وما مسألة ترى الخصوصية في ضابط عام نعم. أو في خلنا نقول في الخصوصية في أشياء يتفق عليها أغلب الناس ولكن هناك خصوصية البعض يحب أن يظهرها والبعض لا يريد أن يقترب منها أحد فلابد أن تعرف بمعنى يعني مثلا حتى في علاقاتك البسيطة في أصدقاء مع أصدقائك مع أقاربك مع زملائك ترى بعض الأشخاص مثلا الحديث مثلا عن عائلته لا يفضل ويرى أن هذه خصوصية وتقول ليش هذا متشدد يا أخي هو يرى بهذه الصورة خلاص ما لك علاقة فيه احترم هذه الخصوصية الذي هو يعني يضعها يعني حولها خط أحمر وبعض الناس لا تجد يضع الخط الأحمر حول أنواع أخرى مثلا راتبة عمله وزي ما ذكرت مثال مثلا اللي في الإعلام ما يريد أن يدخل عائلته في 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 هذا الوسط ويختلف من شخص إلى آخر ولكن هناك في أدبيات عامة يجب على العاقل أن يعرفها ولا يتجاوزها أثني على كلامك الخصية هي أنواع. هي دائرة ضخمة جدا مختلفة عن كثير من الناس بعض الناس عنده هذا الشيء خصوص وبعض الناس لا يقول هذا شيء عام وعلى النقيض أنا بالنسبة لي في شغلات مثلا معينة إذا طلعت مثلا للبر مع زملائي وسأذكر أسماءهم بعد إذنكم تفضل لأنهم هم من سنوات ولا الحمد أنا طلعتي معهم اللي هو أخونا وغالينا وكبيرنا أستاذ خالد البطاح وعندنا كذلك عندي ثلاثة كلهم خوالد خالد البطاح خالد المدلج خالد الحميدان والأخير صالح الحميدان والنعم الأربعة ذولا أنا دائما أطلع معهم طلعات كثيرة جدا حتى في العمرة حتى في المدينة طلعنا خضنا المملكة كلها كاملة في بأكثر من مرة في طلعاتي كلها ما صور الأكل فكان الشباب يقول أنت تصور كل طلعتنا إلا الأكل لا الأكل بالنسبة لنا شيء خاص إذا بالنسبة لك مثال أنت الأكل خصوصي بعضهم يقول لي لا أنت ليش بالعكس الأكل
أنا بالنسبة لي الأكل شيء خاص، فلذلك ما أصور الأكل أبداً. فوضحت الصورة، الشيء الخاص عندي قد يكون ما يكون خاص عندك. صدق. فالعاقل يجب أن يحترم خصوصية الآخرين، هو يرى أنه ما يفضل.